وفي عدن نفذ موظفو مكتب ضرائب عدن وقفة احتجاجية أمام مبنى المصلحة العامة للضرائب للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية. نعم، وطالب المحتجون بتسوية أوضاعهم من خلال إعداد هيكل وظيفي خاص بموظفي مكتب الضرائب أسوة بالمرافق الإيرادية الأخرى لكونهم مصنفين ضمن قائمة المصارف والبنوك وسعادة التأمين الصحي الذي توقف بعد الحرب وتثبيت المتعاقدين نظرا لخدمتهم الطويلة. كما طالب المحتجون بإطلاق العلاوات السنوية وبأثر رجعي منذ العام 2012 إضافة إلى إطلاق التسويات والاستحقاقات المالية والتراكمية والتي صدرت فيها فتوى الخدمة المدنية. وشدد المحتجون على إصدار قرارات التعيين لمن لديهم تكليفات مضى عليها 6 أشهر وفقا للقانون. إلى الآن لم تنفذ أي مطالب لموظفي مكتب ضرائب عدن وهي كالتالي: هيكلة الراتب، موظف مكتب ضرائب عدن يتحصل على أقل الرواتب دخلا، تثبيت المتعاقدين كونهم الركيزة الأساسية في المكتب ومدة خدمتهم لا يزيد على 23 سنة، التأمين الصحي الذي وعد رئيس المصلحة على أساس أنه في غضون الأيام القادمة من 2018 في شهر ديسمبر 2012 إلى الآن، قال في غضون الأيام القادمة، إلى الآن لم يتحصل الموظف إلى التأمين الصحي. وأيضا صرف العلاوة السنوية، طالبنا وزارة المالية ورئاسة المصلحة بالعلاوة السنوية إلى الآن لم تنفذ. الموظفين مظلومين في مكتب كوننا أحد المرافق الإيرادية الركيزة في المكتب.